بقالي فترة طويلة في هالمكان. والله آسف يا جماعتي الخير، أنا أعرف إنه دي الفترة دي ما نزلش كتير مقاطع، وأعرف إنه كتير تراكات نزلت وما عملش عليها رياكشن، ولا حتى والله ما استمعت ليها، والله ما استمعت لأي تراك بينزل. أنا بدي فقط أخلص بعد الامتحانات يا أخي، ورح أرجع أنزل التراكات اللي نزلت من قبل، صدقني يا برو. شكرا كتير على الرسائل بتاعكم في الانستغرام اللي يعني تجيني كتير رسائل، ليش ما بتنزل يا برو، وينك يا برو، تراك فلان نزل، تراك فلان نزل، ألبوم بتاع موسى نزل، ألبوم برو. آسف كتير لأنه دي الفترة عندي يعني اللي هي اللي راح تحدد مصيري المستقبلي يعني كما الخير. سو انا ما منزلش كثير مقاطع، انا اسف كثير، بس صدقوني وراء شهر سبعة يعني انا عندي امتحان سبعة في سبعة شهر سبعة، بعد ما خلص ده الامتحان راح تشوفون كل يوم تراك، كل يوم رياكشن، كل يوم يعني كده حاجات، كل يوم افكار. ما حب اطول عليكم كتير. اليوم يا جماعتي الخير عندنا تراك بتاع موسى استاكوزا، هو الالبوم، هو تراك من الالبوم اللي نزل قبل بضعة اسابيع يعني اسبوعين اي ثينك او اسبوع لايك ذا. سو اليوم نزل الكليب فيديو بتاع ذا تراك، راح نعمل عليه رياكشن ونشوف كيف راح يكون التراك وشو يعني الاشياء هنا. موسى عندكم هذا بيعجبني لانه عن جد ينزل لايك تراكات لايك ترافيس سكوت، وانا تعجبني التراكات الاولد سكول، التراكات اللي يكون فيها فايب يا جماعتي الخير. سو ما حب اطول عليكم كتير، اذا كنت اول مره تراني فيها لا تنسى تعمل لايك سبسكرايب وكومنت وتفعلي جرس اذا عجبك اوف كورس الفيديوهات بتاعي، اذا ما عجبتكش الفيديوهات بتاعي قولي ليش ما عجبتكش الفيديوهات بتاعي في الكومنت، يعني انت راح تحط كومنت راح تحط كومنت يو نو. سو يا اتشلي كاين، ولا تنسوا انكم تخش عندي عبر الانستغرام، راح تجدوا اللينك بتاع الانستغرام في الديسكريبشن بيلو، لا تنسى تخش عندي في الانستغرام اتشلي كاين. ويلا نخش نشوف التراك كيف راح يكون بتاع موسى استاكوزا برود باي مهيمن، شراوت لي مهيمن وشراوت لي موسى ايضا على الالبوم بتاعه، واهنئ موسى على الالبوم بتاعه. يا اتش اللي كاين، يلا اراكم بعد الانترو. بيس فيني اون ذا رياكشن. استاكوزا موسى يا جماعتي الخير، شو ده الكواليتي، الكواليتي بتاع التراك 4K. او برو اذا كان الالبوم زي ذا تراك كله يعني التراكات كلها زي كده
ما عندي كلمات لأوصفها به والله. مش زميلي مش زميلي احنا زميلي في الكماش مش زميلي مش زميلي بس في وسك ساحة زين حاج كله ماشي هو شاش بتشرب بانجو تبقى باش وانا فتحتي في ليش. اللي عجبني كتير في الفيديو كليب هو انه ستريت تشوف ما عنده ولا نو كارز نو ماني نو جيرز يو نو بس الفيديو يعني زوين تحس يعني انت تستمتع لما تشوف الفيديو ايضا. سو ذا حضر الوماش زميلي باشا زي وشك كوكاين ليا من وجهك كل مرة تفاجي صح تجي مرة تقول الموسيقى واخد اسف في جاكوزي عايز اسف اليهودي تعيّل اسدي مابوكي وتفرق بقى الملوكي. مش زميلي مش زميلي كنت طالع زي فلوس مش زميلي مش زميلي سمعت عم زي بوزي فوق دوف فيش بوزي فوق رامين سوز لا صح صح يا زنوس عبان بك هتموز استمحنا ما فيش نوم كل يوم تفضى انا في البيون احنا بيز بليبيون بول تحالف بس بليبيون بس حاقي دي لون ما تفوق الكاتي دي لون بتعكا فاك اسلو كل اكتفى لما تحيطه اختفى فاك يوم معلش اسمي خلي على الدون برو موسى شو هاد كيف يعني ذا الفلو كيف يعني ذا التكنيك اللي انت بتلعب به وعندك يعني 23K في السبسكرايبر ما سو انا ما بشوف الارقام بس ده لازم يكون عنده سبسكرايب يا جماعة ولازم يكون عنده دعم. ما شوف لحد الآن لما نزل التراك ما شوفتش دعم عليه يعني كتير بس التراك لايك ما عندي كلمات لأوصف التراك بها لأنه التراك بكل صراحة والفيديو كليب مش بتاع الليفل بتاعه أب بكل صراحة. موسى بيعجبني رغم انه اي ثينك ان الامكانيات عنده مش يعني كويسه بس كرابر هو مش نقول قديم ومش نقول جديد برو يعجبني ده الرابر كيف يعني تراكات بتاعه الهيت اللي يلعب عليه البرود اللي يلعب عليه مهيمن فجرت البرود يا جميلي شراوت لأي واحد كان عنده لمسة شراوت لأي واحد كانت عنده لمسة في الفيديو كليب ولا الماسترينج ولا أي حاجة يعني تراك فاجر يا جماعة الخير بكل صراحة ده تراك بروفيشنال جامد جدا 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 فشيخ يعني ده اللي راح أقول. أتمنى أن يكون التراكات الأخرى في الألبوم زي كده راح يكون بالنسبة لي أحسن ألبوم يعني لحد الآن شفتوا عندكم في السين المصري. أوكي بكل صراحة أنا ما أتكلم ليريك مو أتكلم التكنيك والفلو اللي بيلعب عليه يعني والبرود كيف هو منزل كده حاجات ما أتكلم على الليريك. أوكي فويا أتشي اللي كاين أشوفكم في فيديو جديد مع رابر جديد مع رياكشن جديدة في يوم جديد يعني واستنوني يا جماعة الخير رجع ما أخلص الامتحانات بتاعي والله راح أعود لكم كل يوم فيديو ولا كل يوم فيديوهات اثنين يعني سلام.